لو الحكايه فيها ان فيتو ترشح الستات للمجلس الشعب هيقدروا يعملوا حاجه للبلد ولا مش هيقدروا؟ هيقدروا بس لو كل واحده ليها شخصيه قويه. يعني كان عندنا هنا نوال عامر كانت بتخدم الصغير قبل الكبير. تمام. فايده كامل عملت حاجات ما يعملهاش رجاله. تمام. تبع شخصيه المراه عندها أبوك وعندها ان هي تتحمل وعندها ان هي تكون جريئه. يعني نوال عامر دي كانت عضو مجلس الشعب هنا في السيده كانت بتقاطع وتعمل مساءله لوزير الداخليه وتعمل مساءله لوزير الصحه وكان بصراحه بتعمل حاجات ما رجاله النهارده ما بيعملوهاش. يعني لغايه النهارده من ساعه ما هي اتوفت رجاله ما بيقدروش يعملوا خدمات للسيده زي ما هي كانت بتعمل. يعني لو في ست مرشحه نفسها عند دايره السيده ولو سمعت برنامجها هتروح الانتخابه لو هي كويسه؟ لو هي كويسه وقويه ونعل واحنا حاليا بقى بنسال. يعني هي بتقدم الدعايه بتاعتها واحنا بنسال عنها في منطقتها. تمام. نسال اذا كانت هي شخصيتها قويه وهتقدر تفيد الناس هنبقى دايما انتخابات. تمام.